أربع شراشيب. اهو جبنا لكم مارينا لغايه 4 شارع الشريف والجونه وكل الحتت الحلوه. النهارده شايفين ملابس صيف تنفع البحر وعلى البسين والحاجات الحلوه دي والمصايف. ومعايا النهارده في الحقيقه ديزاينر بتعمل حاجات حلوه قوي وماشيه على الترند العالمي، يعني حاجتها عالميه زي ما بنقول كده، زي ما هي كمان شخصيه عالمية ولذيذة جدا. مرة تانية برحب علاء عزام. ازيك يا علاء؟ ازيك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. توحشيني والله. انت كمان جدا. عاملة كولكشن صيفي اكثر من رائع. حاجات فريش فاشنبل على الموضة. خليني بس ابتدي معاكي بحاجة. الشنط. الشنط البلاستيك الشفافة مع البرانيت الخوص والبامبو مش عارف اسمها، تحفة. وطبعا واللبس يعني، بس دولت لفتوا نظري. هو بيكملوا بعض. الاكسسوري لازم تكمل اللبس نفسه يعني. اوكي. فلقيت ان الذ حاجه الشنطه انها تكون واخده من روح الموديل يعني. أوكي. او تخدم الموديل برضه. اوكي. وبقى في عقده شنط دلوقتي. في العالم كله. جدا جدا جدا. طيب الشنطه البلاستيك الشفاف، معلش عايزه، دي عملتيها معموله ازاي؟ ولا حاجة. أنا قلت إن دايما الصيف بيبقى عايز حاجات خفيفة. أوكي. وما تبقاش فيها حاجات كتير. سؤال بايخ. شنطة شفافة كل الحاجات اللي جواها هتبان باينة. لأنها عادة بنستخدمها في البحر وبنستخدمها في السفر، فما بنبقاش شايلين حاجة ممكن نخاف عليها قوي يعني. يعني وبعدين ممكن نحط جواها بوكيت مقفول يعني. أوكي. ممكن نحط أي بوكيت لو في فلوس أو في موبايل. أوكي. أو كده ممكن نحط بوكيت غامق. كلمي بقى على القماشات والالوان الحلوه اللي انت عاملاها. ولا حاجه. انا اخترت الوان تكون الوان مبهجه. عايزين الصيف السنه دي يبقى صيف حلو ومبهج يعني. فكان طبعا الاصفر لانه هو موضه قوي السنه دي طبعا، والفوشيا والابيض طبعا لا ينتهي. القماشه دي كتان ولا ده ايه؟ في، لا هي الحاجات اللي طلعت معظمها حاجه اسمها فيسكوز. فيسكوز دي يعني قماشه خفيفه صيفي. ما تحررش وكده يعني، تبقى خفيفه في. طب تعالي ناخد فاصل ونرجع نكمل بقيه الكولكشن. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. We'll be right back.
رجعنا لكم مره ثانيه مع علا عزام موسميه الازياء. النهارده مشرفانا منورانا وعامله حاجات صيفي 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 قوي. طب احكي لنا كده. اولا انا عارف انت بتحبي الصناعه المصريه وكل حاجه عندك عاملاها مصري. واول ما قلت لها شنط البلاستيك دي مستورده زعلت قوي قالت لا انا عاملاها. فده حاجه تشرف ان طبعا. كل حاجه عندك مصري. بس انت عامله حاجات صعبه قد تبان انها سهله. سهله بس فيها تفاصيل كتيرة. فأنا عايز أعرف بتفكري في الحاجات دي إزاي؟ في حد بيساعدك؟ ما إيه؟ قولي لي القصة. هقول لحضرتك القصة هي وبعدين كل مرة يعني مش عارفة أقول لك إيه، مش عارفة أمسك لك ماسكة كده. كل مرة تعملي حاجة مختلفة عن اللي قبلها. طب الحمد لله وده كويس. آه جميل علشان الناس ما تزهقش كمان. أنا ابتديت سواريه. اللي بيبتدي سواري بالنسبه له اي حاجه بعد كده بتبقى يعني طبعا في الشغل بتبقى اسهل، بس ما بقدرش ان انا انزل عن كواليتي السواري. يعني بعمل الحاجات الكاجوال او البحر او الكلام ده بنفس المواصفات. علشان كده هي بتبقى باينه انها التفاصيل بتاعتها كتير. انها كتير بس هي تبان انها سامبل وما فيهاش شغل كتير. انت بطلتي يعني تعملي سواري؟ بعمل. لا ده يعني ده كل شويه ده بدخل لاين زياده. طب يعني طب انت هننزل دلوقتي الفيسبوك والانستجرام الخاص بيكي. انت عامله اسم البراند؟ معقول عزام على اسمك. طب بتبيعي كده وكده يعني على السوشيال من خلال السوشيال ميديا وفي مكان مثلا عندي الاتوليه بتاعي في مصر الجديده. فين؟ في شارع السباق ورا الماريلاند. والله شارع عبد الحليم. بس الشارع ما اسموش كده. لا اسمه السباق. اسمه سباق. اه عشان كان بيغني فيه الاغنيه. شارع عبد الحليم ما اسموش الشارع كده. لا اسم شارع السباق. بس هو دايما لما بقول شارع السباق يقولوا لي بتاع عبد الحليم. اقول لهم صح صح. طب تعالى نشوف الجزء الاخير يعني من الكولكشن ونرجع لك مره ثانيه. يلا بينا مزيكا. حاجات كلها احلى من بعض. شفنا حاجات للبحر وحاجات للصبح وحاجات لبعد الظهر كل حاجه. ما سبتيش حاجه ما عملتيهاش. شرفتيني ونورتيني. ميرسي ميرسي انت جيتي لنا النهارده وكل كولكشن وانت طيبه. وانت طيب. ميرسي جدا. ميرسي يا كل سنه وانت طيبه. شكرا علا عزام مستوى الازياء على وجودها معانا النهارده بالكولكشن الرائع اللي شفناه. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في حلقه بدايه الاسبوع. يا رب يبقى اسبوع حلو على كل الدنيا. نكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. شكرا ليكم. باي باي.